اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن جدول المسابقه وايضا عن نتائج كل الفرق داخل القطاع. ايضا عندنا فريق برضو بيضم كثير من المواهب، فريق 2005 بقياده الكابتن شريف عبد الفضيل، اللي عامل برضو في اول مباراه نتيجه يعني اكثر من رائعه برغم الطرد اللي حصل في المباراه، لكن قدر لاعبي النادي الاهلي يرجعوا مره ثانيه وفازوا بنتيجه كبيره في مباراه الشاي الدخان. فازوا 3-2 في مباراة كانت مهمة ليهم في بداية مشوار البطولة. نروح نشوف مع بعض ملخص وأهداف المباراة ونرجع نعلق على الأهداف. يعني زي ما شفنا احداث المباراه، يعني مباراه حلوه كمان الاحداث بتاعتها. لعيبه النادي الاهلي لما يطرد منك واحد وتكون متاخر بنتيجه 1-0 وتقدر لعيبه النادي الاهلي ترجع، كلها دروس بيتعلموها داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. علشان كده الاصرار والعزيمه، تنتهي المباراه بفوز كبير للنادي الاهلي 3-2. هنعرض مع بعض الاهداف عشان عايز اتكلم عن كل هدف
لوحده. الهدف الاولاني يعني احرزه اللاعب عبد الله بوستنجي. عبد الله بوستنجي ده مدافع، النهارده لما نشوف مدافع بيطلع ويراوغ بالشكل ده، ارجعوا لي بس عايزين الهدف من اوله. اربعه ده عبد الله بوستنجي مدافع بيعدي من واحد واثنين وثلاثه واربعه وبيحطها بشماله في الزاويه البعيده، وده كان الهدف الاول اللي رجع لعيبه النادي الاهلي تاني المباراه بعد ما كانت متاخره ب1-0 وايضا كان مطرود منهم واحد. هدف حلو يعني، لو بنقول عليه هدف ممكن نقول هدف الاسبوع، عدى من واحد وبعد كده اتنين في لعبه وعدى من واحد خامس وبعد كده بشماله، يعني هدف من الاهداف الحلوه. ايضا الهدف الثاني كان للاعب احمد عزت، كانت من ركنيه فيها تكمله وفيها متابعه وفيها اصرار وفيها عزيمه، يعني النهارده وبيحط رجله وفيها طبعا توفيق قبل ده كله انها تروح في المكان ده بعيد عن حارس المرمى، ده كان الهدف الثاني. الهدف الثالث ايضا كان اللاعب يوسف جمال، كان من ضربه ركنيه مباشره، طبعا هنا لو بنتكلم اكيد مسؤول عنها حارس المرمى ممكن عشان قصير شويه، لكن فيها برضو دقه لعب الكره الركنيه، فيها كمان شايفين تيشيرتات حمراء كتير، في متابعه على العارضه الاماميه وايضا على الزاويه البعيده، كان في متابعه جيده من كل لاعبي النادي الاهلي.